يعني غير متوقع قياسا ما احنا قاعدين نشوف ونسمع. طبعا حقيقه طالما انه ايضا يعني وترى على فكره كابتن سامي الجابر ترى قالها امس في اللقاء مع زميلنا عبد الرحمن الدهيم ايضا. انا اعتقد حقيقه يمكن بالنسبه لي اشوف الجانب الايجابي المفرح انه في احدى القضايا اعتقد الخارجيه اللي يمكن نادي الهلال يحتاج انه يعالجها خلال الاسبوع القادم، فيبدو لي انه حتكون او يبدو انه تم معالجتها او راح يتم معالجتها عن طريق اللي سمعناه الان. اللي سمعناه خلال اسبوع هو يعني انا برضو ارجع واقول لك انه ما ودي اتكلم بتفصيل، لكن أوكي. من ضمن المواعيد المحدده لطلب مرئيات النادي خلال فتره ايام القادمه، وبعدها راح يقفل الترافع وراح تروح الى قرار لجنه الانضباط لا لفض المنازعات. معناته الان يبدو ان هذه الامور اعتقد الكابتن سامي يمكن اطلع المعالي عليها، ويبدو لي حتكون في طريق الحل زي ما حلت قضايا كثيره الانديه اخرى. يقول غير بعض المبالغ الاخرى معسكرات وفنادق 13 مليون 8 مليون اللي قالها الاستاذ رجل الله قضايا خارجيه. انا ما راح اسالك عن ال 13 وال 47 لان هذه ما لكم علاقه فيها. في هو قال 8 مليون قضايا خارجيه صح، هل هي من ضمن ال 250 مليون اللي تكلمت عنها او شيء او ملف جديد؟ لا لا هي 250 حسب الحصر الاخير اللي احنا اجريناه جزء من ال 8 مليون. اي جزء من طبعا انا ايضا لا اعلق على التوتال كامل. لا انا اتكلم على 8 مليون الان، هي جزء من ال 250. اي جزء من 250 يعني مو شيء جديد الان. لا 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 جزء من 250 ابو زياد.